You should know أن الطفلة يارا عبيد اللي انصابت برصاص من يومين توفت اليوم. يارا اللي عمرها 12 سنة كانت انصابت براسها من وراء إشكال صار بين صاحب الملك خالد الأحمدية وبيا اللي هو ناطور المبنى بالشويفات، واللي جرب خلاله الأحمدية يقوص على بيا فأصاب إلها. عبد المنعم يوسف ما شارك اليوم باللقاء اللي صار بمكتب وزير الاتصالات واللي تسلم خلاله المدير العام الجديد لأجير عماد كريدية والمدير العام للاستثمار والصيانة الجديد باسل الأيوبي تسلموا مهام رسميا. ببنشعي صار لقاء بين وزير الإعلام ملحم رياش اللي بينتمي لحزب القوات ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وناقشوا خلاله العلاقة بين المردة والقوات وأكدوا أنه ما تمت مناقشة قانون الانتخاب. وبالسيوفة بالأشرفية وقعت رافعة من وراء الهواء وتسببت بأضرار بالسيارات وبمبنى حدا.